سلام الله عليكم. أحد المستمعين ببعث لي رسالة بيقول لي إنه الحركات والتمارين العلاجية هذه اللي بسويها هي حركات الرعيان أو تمارين بيعملوها رعاة الأغنام، اللي هي مهنة بتحتاج لقوة صبر، بتحتاج لفضات بال، بتحتاج لراحة بال. مهنة إن نرعى الأغنام اللي هي مهنة الأنبياء ومهنة السابقين ومن أقدم المهن. هل عمركم شفتوا واحد راعي بيشكي من وجع ظهره؟ عمركم شفتوا واحد راعي بيقول لك أنا ركبتي بتوجعني وإيدي ونمنمي وخضران؟ عمركم شفتوا واحد راعي بيشتكي من آلام في كتافه في إيديه؟ عمركم شفتوا واحد راعي عنده مشكلة في الكوليسترول، أو عنده كوليسترول مرتفع، أو عنده مشاكل في القلب وجلطات وتسكيرات؟ عمركم شفتوا راعي عنده مشاكل في البروستاتا، ولا عنده مشاكل في الجهاز التناسلي، ولا في البول، ولا في التبرز؟ عمركم شفتوا راعي عنده مشاكل في حموضة معدة، عنده مشاكل في عصر هضم، عنده مشاكل في الكولون، عنده مشاكل غازات، عنده مشاكل عدم إخراج؟ عمركم شفتوا راعي مصاب بالسكري، أو عنده سكري لدرجة كبيرة، صار في عنده مشاكل في إجريه وصار في عنده القدم السكرية؟ عمركم شفتوا راعي بكلكم أنا جري بوجعني، ولا ظهري بوجعني، ولا كتافي بوجعني، ولا راسي بوجعني؟ عمركم شفتوا راعي بهمل هم شو بده يفطر مش وشو بده يتغدى، بهمل هم بعد 5 دقائق شو حيصير معه؟ عمركم شفتوا راعي صار عنده جلطة دماغية من كثرة التفكير وكثرة الضغط؟ عمركم شفتوا راعي مش مبسوط طول الوقت ومبتسم طول الوقت وفرح طول الوقت وفي سعادة دائمة هو وعائلته طول الوقت؟ عمركم شفتوا واحد مش سعيد وبيشتغل في مهنة الراعي؟ وهذا كله بسبب طبعا انه الراعي بده يمشي، بده ما يسأل عن شيء، بس بتطلع قدامه، بتطلع على هالغنمات، بضلوا يتحرك، بضلوا طلوع نزول، بضلوا هش وكذا، بضلوا رافع ايديه، بضلوا حاطط العصاي وناصب حاله ورافع ركبته، بضلوا يمشي وبضلوا يتحرك وبقعد على الارض وبقعد على الحجار، يعني بغير وضعياته وبقوم وبنزل وبيعمل شاي هناك على الحطب وبيحط فيها اللي موجود في الجبال هذه، زعتر، نعنع، شومر، يعني طول الوقت بوكل، بشرب شاي اعشاب وبيستنشق أكسجين. طبعاً المناطق الجبلية ولا السهول والمناطق الخضراء كمية أكسجين عالية، رطوبة كويسة في الجو، فبيستنشق هالفيتامينات هذه وفيتامين دي بلاش بلاش مجاني. غير هيك هذا بيكون عنده راحة نفسية، بيكون عنده الهرمونات تحت السعادة وتحت الانبساط دائماً عالية، فما في إشي ضغط نفسي بيأثر عليه، ما في مشاكل حياتية بتأثر عليه، ما في قلة أكسجين بتأثر عليه، ما في فيروسات بتأثر عليه. مين الفيروس اللي بده يروح في آخر الدنيا تيوصله من في هالهواء الطلق وهالطبيعة الخلابة؟ ف يعني بشرفني أكون راعي. أنا كنت مساعد، يعني مش راعي كامل، لأنه المهارات ما كانت تستوعب لصغر سني إني أتحمل مسؤولية اللي بتحملها الراعي. فكنت مساعد بس متفرج متعلم، وكنت أستمتع في هذه اللحظات اللي بنقضيها في البرية بالهواء الطلق مع الحركة مع البركة، عدم التفكير في أي شيء، ترك الأمور لخالقها وترك الهموم لحالها بتروح، وما نفكر في شيء، بس نركز على هالطبيعة، نركز على جسمنا، نركز على نفسيتنا، نركز على الخالق، نركز على حالنا، ونعمل نعطي وقت. والرعاة دائما كل الوقت معهم فقط للتركيز، للصمت، لأنه يسمع، أنه يشغل أحاسيسه هذه. احنا انه يكون في عنا عملية اعتزال او
ما نحكي لفترة معينة. هذه طريقة علاجية، عدم الكلام، عدم الكلام. وأحكيكم هالشغلة بس في نهاية هالفيديو، يعني إذا واحد مثلا برجع متأخر على الدار، أو واحدة بترجع متأخر على الدار، أو أبوها بيسألها وين كنت لحد هلأ، أو جوزها أو مرتك، قبل ما تجاوب شو الإجابة اللي بدها تكون عشان تنفد من مشاكل كتيرة، للإجابة الصح بدها وقت شوي. فأنت بدك تكسب شوية 5 ثواني وقت، وتطلع وتضحوق في ابتسامة وتقول لها interesting أو ممتع أو إن شاء الله. هلأ في هاي الفترة إن شاء الله أو تبتسم أو كذا، بيكون عقلك جاب لك السبب المبرر الكويس اللي زوجك ولا مرتك ولا أمك بدها تسمعه، عشان تكون ردة الفعل غير قاسية. فهاي الحركة انك ما ترد، تصبر شوية 5 ثواني ان شاء الله، تضحوك شوي وبعدين تجهز الكلام تاعك الرد، لانه الرد حيكون له عوائق كبيرة. فدائما ناخد الامور شوي براحة قبل ما نرد، وخصوصا في المواقف اللي بيكون فيها ضغط عالي. شكرا لكم، تحياتي الدكتور محمود الصوصي.